للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف كريم بيبرز مراسل التلفزيون المصري مباشرة عبر الهواء. كريم، حدثني عن ما أسفرت عنه الجلسات الخاصة بالحوار الوطني من توصيات ومقترحات وتلخيص لها. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. بالفعل اليوم هي الجلستان الأولتان للجلسات المتخصصة، وهما متخصصتان في النظام الانتخابي، وأيضا الجزء الآخر هو نظام التأمين الصحي الشامل. إذا تحدثنا عن النظام الانتخابي فكان هناك نقاش على مدار اليوم في هذه الجلسة حول آلية تفعيل طرق جديدة ونظم جديدة لنظام الانتخابي التشريعية بشكل عام، ولكن اختلفت الآراء داخل هذه الجلسة حول إبقاء النظام الحالي كما هو ونظم أخرى، إما بتقسيم بدلا من 50% للقائمة المطولة أو القائمة المطلقة للقائمة و 50% للفردي. كان هناك بعض الاقتراحات بتقسيمها إلى 40% و 30% و 30%، 40% مطلقة و 30% فردي و 30% تخصص للفئات مثل المرأة على سبيل المثال. اختلفوا في بداية الأمر ثم اتفقوا في النهاية على أهمية أو وجوب تغيير النظام الانتخابي الحالي أيا كان ما هو، ولكن ما زالت الإجراءات وما زالت الأفكار والرؤى تطرح لوضع النظام الأمثل الذي يمثل جميع الجهات وجميع الرؤى والأفكار، على أن يعود كل الممثلين الذين جاءوا اليوم إلى أحزابهم المختلفة من المعارضة وغيرها من الأحزاب ليعودوا مرة أخرى بعد 10 أيام لوضع الرؤى والأفكار الجديدة لتسليمها بعد ذلك لرئيس الجمهورية. هذه نقطة خاصة بالانتخابات. النقطة الأخرى وهي خاصة بنظام التأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية، كان هناك نقاش موسع وكبير جدا في هذه النقطة، خصوصا بعد نظام التأمين الصحي الشامل الذي تم تنفيذه بالفعل في 6 محافظات، وتم الإشادة بالفعل بما أدركته هذه المحافظات من بعض العمليات المختلفة، وضع المواطن المصري في نظام التأمين الصحي الشامل، وبعض العمليات الكبيرة مثل عمليات القلب المفتوح التي يعني لم تكلف المواطن أكثر من 300 جنيه مصري فقط. كان هناك إشادة بهذه الأمور، ولكن أيضا كان هناك مطالبة بالإسراع في تنفيذ هذا النظام على جميع مستويات محافظات الجمهورية في أسرع وقت. وأيضا كان هناك يعني نقاش حول أهمية وجود قانون مسؤولية الأطباء، والذي من الواجب وجوده لمحاسبة أيا كان المسؤول عن الأخطاء الطبية إذا كان طبيب أو غير طبيب، وفتح التحقيقات المختلفة بعد صياغة القانون المناسب، بالإضافة أيضا للنقاش حول آلية أيضا تفعيل هذه القوانين داخل مبادرة حياة كريمة، وخصوصا بعد زيادة مراكز طب الأسرة والرعاية الصحية الأولية التي انتشرت في المحافظات الكثيرة والقرى المختلفة التي أدركتها مبادرة حياة كريمة، وضع هذه الأفكار ليتم تطبيقها بالفعل في كل القرى وكل المحافظات في أسرع وقت. سيكون هناك يعني ربما كان هناك نوع من أنواع الاتفاق المبدئي وفيما يتعلق بهذه الأمور، على أن يتم صياغة المقترحات الأخيرة التي تم التوافق عليها في صياغة أخيرة ليتم عرضها على رئيس الجمهورية. أشكرك جزيل الشكر كريم بيبرز مراسل التلفزيون المصري متحدثا عن الجلسات التخصصية للحوار الوطني.